الانتخابات البرلمانية 2013، ماذا يريد الحزب المسيحي الاجتماعي؟ لقاء الأسبوع مع المرشحة الرئيسية للحزب غيردا هاسلفيلد. سيدة هاسلفيلد، الحزب المسيحي الاجتماعي CSU مميز في ألمانيا، فهو يحكم في ولاية بافاريا فقط وبأغلبية مطلقة منذ 50 عاما وبدون انقطاع. ما سر نجاح هذا الحزب؟ أعتقد أن هذا يعود بشكل كبير للارتباط ببافاريا، فنحن نترشح فيها فقط، ولكننا لا نمثل مواطني بافاريا في الولاية فقط بل في برلين أيضا، ونحن لا نهمل كذلك اهتمامات المواطنين الألمان عامة. وضعنا متميز في بافاريا لعدة أسباب، منها الطبيعة المتجانسة وكذلك التاريخ والثقافة، وهذا ما يوحد المواطنين، وهذا الاتحاد يجسد الحزب بأسلوب فريد. لكن تأييد الأحزاب الشعبية في الولايات وكذلك على مستوى الاتحاد في تراجع، وقد يكون الحزب المسيحي الاجتماعي هو الحزب الشعبي الوحيد حاليا في ألمانيا. هذا أمر واقعي، أعتقد أننا متميزون كحزب شعبي، وهذا ما دفعني شخصيا للانتماء لهذا الحزب الذي تلتقي فيه جميع الشرائح المهنية والاجتماعية وجميع الفئات العمرية، وبالتالي يجب التوصل إلى تفاهمات وحلول وسط داخل الحزب، هذا إضافة إلى الترابط بين الاحتفاظ بالقيم الأساسية والاستجابة للتحديات الجديدة والتحديات الراهنة، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على أي حزب شعبي. ولكن أعتقد أننا استطعنا التغلب على هذه الأعباء والتحديات في السنوات السابقة. الأمر سيكون أكثر تعقيداً لأن الحزب هو حزب شعبي مقتصر على ولاية بعينها، ولكنه ومنذ 40 عاماً استطاع التأثير على الحكومات الألمانية السابقة، والبداية كانت مع فرانس يوزف شتراوس، ويعد الحزب اليوم جزءاً أساسياً وهاماً في الاتحاد المسيحي. ما فائدة هذا الاتحاد بالنسبة للحزب؟ نحن جزء أساسي في التحالف الذي يجمعنا مع الحزب المسيحي الديمقراطي، ولن تسير الأمور من دون الحزب المسيحي الاجتماعي، وهذا ما أثبتناه خلال الفترة التشريعية الحالية من خلال بعض القضايا كأموال الرعاية. ولولا كفاح الحزب المتواصل من أجل هذا الموضوع وكفاحه العميق لما وصل الائتلاف الحاكم إلى النتيجة القائمة الآن. ومثال آخر هو زيادة الاستثمار في قطاع النقل، هذه أفكار تعود إلينا نحن في الحزب المسيحي الاجتماعي في بافاريا، وقد تم تبنيها من قبل الائتلاف الحاكم وأثبتت نجاحها. كمنتمية للحزب المسيحي الاجتماعي يمكنك القول بأنك مسيحية محافظة واجتماعية، هل هناك شيء آخر له معنى خاص لديك؟ هذا صحيح، مسيحية واجتماعية ومحافظة بمعنى ما يستحق الحفاظ عليه وما يجب الحفاظ عليه، ولكن أيضا إمكانية معالجة تحديات جديدة كقضية رعاية الأطفال. فقد طرحنا شروطا لتغيير سياسة الأسرة، ونحن نجيب على هذه التغييرات من دون الحاجة إلى التنازل عن قيمة الأسرة والزواج. ألا يخالف ذلك روح العصر؟ كلا، ولكنها تحديات متجددة، ومن هنا يبقى التركيز على القيم والأسس الموجودة، ومثال ذلك الحفاظ على القيم العائلية للتربية والأسرة من دون إغفال احتياجات اليوم، مع التأكد من النجاح في ذلك. ونحن
نؤثر اليوم في قضايا الأسرة لأننا لا نريد تلقين الأسرة بعض أنماط الحياة، بل على العكس من ذلك نريد أن يكون قرارها مستقلاً، ولكن نريد أن تقوم الدولة على دعمها في هذه القرارات بغض النظر عن طبيعتها. البنات والأحفاد المنتمون للحزب لم يعودوا يقيمون في البيت، والأجداد لا يقيمون بالقرب، ولهذا قد تشكل رعاية الأطفال بالنسبة للحزب المسيحي الاجتماعي عائقاً في المدن الكبيرة وفي الريف أيضاً. نعم، الأمر لا يقتصر على المدن الكبيرة كما توقع الكثيرون، بل كذلك في المناطق الريفية حيث توجد نساء متعلمات يريدن دخول سوق العمل بغض النظر عن طريقة التفكير بأن العائلات أصبحت أصغر. لذا تلعب رعاية الأطفال دورا أساسيا أكبر مما كان عليه الأمر في السابق. رعاية الأطفال لا تقتصر على من هم أصغر من 3 أعوام والذين يتم التركيز عليهم الآن، بل تشمل أيضا التلاميذ وخاصة في جيل المراهقة حين تبرز المشاكل بشكل واضح. الحزب المسيحي الاجتماعي يهتم منذ البداية بالأمن الداخلي، وكان فخوراً بأن معدل الجريمة في بافاريا منخفض. وزير الداخلية الحالي من الحزب، ولكنه يواجه مشاكل جمة. فهناك فضيحة التجسس الأمريكية، وبدأ الجدل حول أن الأمن أهم من الحرية. ما هو رأي الحزب في ذلك؟ هناك نوع من المفاضلة في هذا الشأن، المفاضلة بين حرية الفرد وضرورة الحفاظ على أمن المواطنين. حساسية حماية البيانات الشخصية في ألمانيا قد تكون أكبر منها في الكثير من دول العالم، وهذا له تأثيره. وبالتالي يبقى إيجاد التوازن بين الأمن من جهة والحرية من جهة أخرى من ضمن مهام وزير الداخلية، وهي مهمة تقع على عاتقنا نحن السياسيين أيضا. ألمانيا اهتزت بعد نشر معلومات مقتل 10 أشخاص على يد النازيين الجدد المتطرفين. ألا يزال خطر اليمين كبيرا؟ فقد فقدنا الرقابة عليه في ظل الخوف من إرهاب الإسلاميين المتطرفين. أعتقد أن علينا أخذ خطر الجريمة والإرهاب على محمل الجد، أكان ذلك من اليمين أو من اليسار. فهذا الخطر يهدد مواطني ألمانيا بأكملها، ويتوجب علينا أخذ الأمر بجدية. حتى من اليمين؟ طبعا من اليمين أيضا، ولا يجب علينا التقليل من ذلك، وهذا مهم نظرا لتاريخنا، ولكن ليس هذا فحسب. قد يهيمن موضوع أزمة اليورو على الحملة الانتخابية. لقد كنت دائما متشككة ببروكسل. هل تعتبرين أن سياسة ألمانيا في هذا المجال، والتي تتبنينها أنت أيضاً، لا بديل لها من أجل الحفاظ على استقرار اليورو؟ كان قراراً صائباً، خاصة فيما يتعلق بالدول التي عانت ميزانيتها من مشاكل كبيرة، وكذلك الدول الأوروبية التي واجهت عقبات، بحيث طلب منها إنجاز المهام المنوطة بها، وذلك من خلال منحها الوقت لتسديد القروض والضمانات، وكذلك إعطائها فرصة لاستغلال الوقت من أجل تلبية طلبات الترويكا، وهذا يعني دمج ميزانيتها وإعادة جدولة الإصلاحات حسب المطلوب، وذلك من أجل زيادة قدرتها التنافسية. هذا الطريق كان سليماً، وأعتقد أنه الوحيد للوصول إلى الهدف المنشود، وهو أن تمتلك كل دولة القدرة الذاتية على التنافس، وبالتالي يكون الاتحاد الأوروبي قادراً على المنافسة العالمية. هناك نقاش حاد الآن بسبب أزمة اليورو، ويدور بشأن ضرورة إصلاح الاتحاد الأوروبي ومنح بروكسل مسؤولية أكبر. هل هذا مقنع لحزبكم المتشكك بصلاحيات بروكسل؟ علينا في أوروبا الآن التوصل إلى مراقبة أفضل للسياسة الاقتصادية والمالية، وهذا هو الدرس الذي استفدناه من السنوات الماضية. أليس من المحبط ألا تلتزم الدول بالقواعد التي وقعت عليها؟ فلو التزمت بها لما واجهتنا أزمة اليورو. كان هذا وما زال محبطاً، وهو يعود إلى أن الحكومة السابقة من ائتلاف
الاشتراكيين والخضر وبالتعاون مع الحكومة الفرنسية حينها، لم تلتزم بمعايير التوازن على المستوى الأوروبي والتي وضعها هيلموت كول وتيو فايغل، ومنحوا بعض الدول الفرصة من أجل التصرف بالطريقة التي يريدون، وهو ما يجب منع حدوثه مستقبلاً. هذا لا يعني منح أوروبا كل الصلاحيات الممكنة، بل الصلاحيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية مثلاً والسياسة المالية والحفاظ على سياسة الاستقرار. ولكنني أجد أننا نجحنا في وضع حزمة الإنقاذ المالية في أوروبا ولدى دول الاتحاد الأوروبي بشكل ممتاز، وقد كان هذا إنجازاً كبيراً. ولكن هذا لا يعني بالتالي منح أوروبا صلاحيات أكثر، وأن تقوم المؤسسات الأوروبية كالمفوضية الأوروبية بتولي مهمات جديدة قد يتعذر تنفيذها على صعيد الاتحاد الأوروبي، مثل قضية مياه الشرب. أوروبا الأقاليم كانت ضمن أولويات واهتمامات الحزب المسيحي الاجتماعي منذ البداية، ولكن كان من الصعب فهم مصطلح التبعية، وقيل دائما يمكن للجميع فعل ما يريده وبروكسل توحدنا، وهذا من مطالبك أيضا. ولكن لنعود إلى الانتخابات، عندما يكون الحزب المسيحي الاجتماعي قويا تكون الحكومة قوية أيضا، هل تتوقعين نتائج جيدة في الانتخابات؟ نفعل كل ما بوسعنا لتحقيق ذلك، وفرصتنا في ذلك جيدة. هذا ينعكس إيجاباً على النشاطات التي نقوم بها في أنحاء البلاد، إضافة إلى الثقة العالية بالمستشارة وبرؤساء وزراء الولايات ورؤساء الأحزاب وبسياسة الاتحاد المسيحي، وهذا واضح أيضاً. ولا توجد تغييرات في المزاجية، ولكن يجب العمل لكسب كل صوت حتى آخر يوم، لأن الناخبين يقررون لمن سيعطون أصواتهم قبل أيام من الانتخابات، ولذا لا بد من العمل حتى آخر دقيقة من أجل كسب كل صوت. سيدة هاسلفيلد، شكرا جزيلا. شكرا لك.